بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه حرب جرينكس، معك عبد المجيب. اليوم بكلمكم عن اي بي تيبلز، كيف نقدر نسوي استعراض للقواعد الموجوده. طبعا موضوع الاستعراض مهم، لانك اذا سويت استعراض دقيق تخلص بسرعه شغلك بدل ما تضيع وقت. لذلك بنخصص درس للاستعراض عشان الدروس الجايه لما اقولك عدل او اقول لك احذف او اقول لك سوي فلاش تكون عارف وتسوي شغلك بسرعه. اوكي، درس اليوم فقط الاستعراض، كيف تستعرض الاشياء بدقه. ماشي، اوكي. طبعا انتم عارفين الاستعراض. طب الدرس اللي راح اضفنا تقريبا 3 قواعد، خلينا نتاكد. اي بي تيبلز ال تمام، 4 قواعد. اوكي، وسوينا لهم دروب. اوكي، لاحظوا احنا استعرضنا عن طريق ال. اوكي، طبعا في استعراض ادق. اوكي، ممكن تسوي استعراض ادق واكثر. اوكي، الاكس دون يعطيك تفاصيل اكثر عن كل قاعده شلون. اوكي، خلونا نكتب اي بي تيبلز. خلنا نضيف قاعده جديده نحط فيها منفذ عشان نشوف شو الموضوع. انبوت بي تي سي بي. طبعا لا تركز الموضوع، اوكي طنش، انا بس ابيك تشوف وش بسوي الحين. اوكي، تي سي بي، بعدين الله يسلمكم راح نسوي بورت مثلا 22. اوكي جي، خلنا نسوي دروب. اوكي اوكي، طيب الحين لو جينا سوينا اي بي تيبلز ال بيطلع لنا قاعده جديده. اوكي، قاعده جديده عفوا. القاعده الجديده لاحظ انها قالت لك دروب تي سي بي اني وير. طبعا لاحظ انه في هنا شغله ثانيه بعد، تمام، وديستنيشن اني وير. ثم بالنهايه اعطاك نوع البروتوكول او نوع المنفذ عفوا. اوكي، البروتوكول والمنفذ مع بعض. طيب انا كيف اخذ تفاصيل ادق على هذا الموضوع؟ في عندنا ماينس ان، ماينس ان بتعطينا اشياء نصيه تحول الى رقميه. اوكي، فلاحظ ان كتب لي اس اس اتش. اوكي، بينما انا كاتب 22. ليش؟ هذا منفذ حق السكيور شيل. لكن لما الحين اسوي الطريقه هذه فلاحظ عندي انه طلع عندي كل شيء رقمي بدل اني وير اعطاك اي بي اصفار. اوكي، لاحظ انه وير هنا اعطاك اي بي اصفار. اوكي، لاحظ ديستنيشن بورت حوله من اس اس اتش الى 22. ماشي، طبعا في ايضا زياده ممكن نستخدم الفي ليفابس، تمام، بحيث انه يعطيني تفاصيل ادق واكثر. لاحظ انه الان والاوت والشغلات هذه كلها طلعت، يعني طلع عندك الباكيتس والبايتس والتارجت والبروتوكول وكل حاجه. هذا بيعطيك تفاصيل اكثر عن كل شيء. طبعا الان والاوت الدنيا دي كلها ممكن تخصص لها مدخلات معينه بالاي بي تيبلز عشان تعرفها بعدين. اوكي اوكي، هذه هي فكره الاستعراض الدقيق. طبعا شخصيا انا دائما استخدم اي بي تيبلز ال ان فقط. اوكي، بسرعه اشوف ايش ابي. ماشي، لانه ما عندي ذيك التفاصيل المعقده اللي ممكن ادخلها بجدار الحمايه. ولكن اذا كنت تستخدم تفاصيل معقده جدا او اسطر طويله او زي ما تقول قواعد مفصله، ممكن تستخدم الامر حطنا هذا الفيربس. اوكي، لكن في حاجه جميله جدا اللي هي line numbers. اوكي، طبعا اعتقد انه مرت علينا في درس سابق ولكن ما تكلمت عنها وما تفصلتها. line numbers راح تعطيك رقم لكل قاعده. ماشي، طبعا الرقم مرتبط بالتشين اللي فوقه. فطبعا هذا الانبوت، انبوت واحد هذا هو، هذا انبوت واحد، انبوت اثنين هذا هو، انبوت خمسة هذا انبوت خمسة. اوكي، فانت لما انك حاب تحذف بدل ما انك تدود وخلاصك تقعد تعد، تعطي الرقم هذا تقول خمسة واحذف خمسة. اوكي، هذا هو درس اليوم. عرفنا كيف نسوي استعراض اللي عندنا. ممكن نسوي نقطة أخيرة قبل ما نخلص، إنه كيف استعرض تشين واحد. أوكي، يعني عندك تشين إنبوت، حاب إنك تستعرض الإنبوت فقط بحيث إنه ما يطلع لك الفورورد والأوتبوت، أنت بتركز على الإنبوت فقط هذا. أوكي، سهلة جدا، ما عليك إلا إنك تكتب اي بي تيبلز ثم تحط ال ثم تحط اسم التشين اللي تبيه اللي هو إنبوت، ثم تختار يعني هل تبي فيربس، تبي نمبر، إيش تبي. أنا بحط لاين نمبرز. أوكي، بالطريقة هذه أنا بحصل على الانبوت فقط، ما ظهر معي اي شيء ثاني. اوكي، طبعا انتم عارفين ممكن استخدم الان هذه ممكن استخدم الفي، فالوضع جدا جدا بسيط والترتيب غير مهم بالنقطه هذه. انتهى درس اليوم. خلصت الحديث انه الاستعراض راح يسهل لك موضوع التفحص لجدار الحمايه عندك وكيف تقدر انك تستخدمه بشكل صحيح. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. درس الجاي ان شاء الله تعالى بيكون عن موضوع كيف نبدا نعدل ونشتغل صح. يلا مع السلامه.